Bada bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne sur YouTube. Hadi la vidéo, il y a la partie 4 du module IRM physique appliquée. Dirt fiha les contre-indications d'IRM et les mawani li mekhlounach nqdrou ndirou l'examen. Les avantages et les inconvénients d'IRM et les ijabiyat wa silbiyat. Le produit de contraste en IRM, ta'rifou ou anwa'ou. Inch'Allah, كل واحد يلقى واش راه حاب واللي ماشي فاهم ولخصاتو كشعف السما يترددش ويخلي لي كومونتير. ما تنساوش اوسي تخليو لي جيم وتابونيو وباذن الله نكون في المستوى. كيل سون لي كونتر انديكاسيون دي اي ام وشنو هما الموانع اللي ما يخلوناش نقدروا نديروا لي اكزامان؟ لي ام اي كونتر انديكي شي سارتان باسيون بورتور دو ماتيريال او دو ديسبوزيتيف بيوميديكو في رومانيتيك اكوز دو. معناتها لي ام ممنوع على بعض الحالات ولا بعض الاشخاص اللي يكونوا حاملين الاجهزه الطبيه تقدر تتاثر بالحقن المغناطيسي. دوك نعرفوا علاش. بوسيبيليتي دو موفمون او دو ديبلاسمون، تقدر تتحرك ولا تتبدل بلاصتها وهذا ما يشكل ضرر على حياه المريض. بوسيبيليتي دي شوفمون باغ لو كورون الكتريك، تقدر تسخن وتحرق المريض. لي كونتر انديكاسيون ابسولو، ممنوع منعا باتا ان نديرو لي ام. باسيون بورتور دان ستيمولاتور كاردياك او بيس ميكر، كيما نقولوا واحد داير بيلا في قلبه. فالف كاردياك ارتيفيسيال، معناتها شخص عنده صمام اصطناعي في قلبه في بلاصه الصمام الطبيعي. باسيون بورتور دان امبلونت كوكليير، ما يسمعش مليح وداير جهاز السمع. باسيون بورتور دان امبلونت اوكولير، عنده مشكل في العين وداير عدسات. نورو ستيمولاتور، اي مريض مركب جهاز التنبيه العصبي. بومب دانسولين، نلقاوه عند شخص مريض بالسكر، هذه لا بومب تخدم في بلاصه البنكرياس تفرز الانسولين. كليب فاسكولير سيريبرال، شغل مساك نلقاوه عند شخص دار يوناني فغيزم سيريبرال، يركبوا هذا المساك باش يكوبيوها له. كوريترونجي ميتاليك في رومانيتيك، مثلا واحد تقاس برصاصه اللي هي لابيل، واحد ضربوه بموس. انسوفيزونس رينال سيفير، قصور كلوي شديد، اي واحد لي غان ديالو ما يخدموش كامل. خوتيزوتوبيديك لي بلاك لي فيس، هي حاليا ما رجعتش اون فري كونتر انديكاسيون باسكو رجعوا يخدموا هادو ما لي بلاك ولا لي بروتيز من معدن ما يتاثرش باللوشو مانيتيك. لي كونتر انديكاسيون غولاتيف، نقولوا انهم موانع وما نديروش ليكزامان، مي اذا استلزم الامر لازم نديروه. غروسيس دون لو برومي تريمست او بيان لي 3 برومي موا، اي المراه حامل في 3 اشهر الاولين ديالها. كلوستروفوبي، وهي فوبيا او الرهاب من الاماكن المغلقه، مي اذا استلزم الامر نديرو للمريض سيداسيون اي نرقدوه ونديرو ليكزامان ديالنا. اوبيزيتي، اي سمنه، واحد يكون سمين بزاف ما نقدروش نديرو له ليكزامان باسكو ما يقدرش يدخل داخل تونال اللي قطرو 60 سنتيمتر. ايموبيليتي امبوسيبل دو باسيون، المريض ما يقدرش يبقى حابس بلا ما يتحرك لمده طويله. كيل سون لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دي ام، وشنو هما الايجابيات والسلبيات تاع لي ام؟ 1 لي زافونتاج، اون بون ريزوليسيون سباسيال، سا فو دير لا فيناس ديماج، يمدلنا صور جد دقيقه للاعضاء. نون ايغاديون، لي غيون ديالو لي زيليكترومانيتيك ما يضروش وما عندهم حتى اثار جانبيه كيما لي غيون اللي يخدم بهم سكانر ولا راديو ستاندار. بوسيبيليتي دو سيبريسيون دي تيسو، اي نقدروا نفاصلوا العضو اللي ما يهمناش وما راناش حابين ندرسوه. مثلا يقدر يدير سوبريسيون دو لو، نسوبريميو كامل الماء ما يبانلناش. سوبريسيون دو لاغريس، ما تبانلناش الشحمه كامل اكسيتيرا. فوار لي زيماج دي زورغان اون 3 ديمونسيون، يسمح لنا باش نشوفوا الاعضاء في صور ثلاثيه الابعاد من كل الجهات. بيرمي دو كونيتر لاناتومي دو كور، يسمح لنا باش نعرفوا البنيه التشريحيه للجسم. دو لي زانكونفينيون دي ام، شير، غالي باش يشريو لاباراي وغالي بالنسبه للمرضى اللي يديروه في البريفي. انكونفورتابل بور لو باسيون، المريض ما يكونش مرتاح فيه باسكو لازم ما يتحركش. اكزامان لون بلوس دو 25 مينوت، المده ديالو طويله. لو بروي، فيه الحس بزاف وما يقدرش يتحملو المريض. موفاز اكسبلوراسيون دو سكولات، ما يمدناش دي بون ريزولتا في لاناليز تاع الهيكل العظمي باسكو هو يعتمد على اثاره ذرات الهيدروجين، والهيدروجين كما نعرفو انه ماشي موجود في العظم. كالي لو برودوي دو كونتراست يوتيليزي اون اي ام؟ اولا لازم نعرفو واش معنى ولا وشنو هو هذا لو برودوي دو كونتراست. الوغ ديفينيسيون دو برودوي دو كونتراست، اي تعريفه، هو سي اون سوبستانس انجيكتابل و انجيرابل، ماده تتحقن ولا تبلع، يوتيليزي اون ايماجري ميديكال بوغ اوغمونتي ارتيفيسيلمون لو فابل كونتراست ناتورال، ترفع التباين اصطناعيا دو سارتان تيسو افان داميليوري لا فيزواليزاسيون دي زورغان اكسبلوري، يرجعوا الاعضاء يبانو ونقدروا نفرقوا بيناتهم. كشرح اولي وكيما راه ملخص في ليماج،
les produits de contraste en IRM qui est zod, les superparamagnétiques ou les paramagnétiques. Les superparamagnétiques ont des données spécifiques d'organes. نستعملوهم في عضو خاص مثلا اللي نستعملوه في الكبد ماشي هو نفسه اللي نستعملوه في الطحال وماشي نفسه اللي نستعملوه في الراس مي لي باغامانيتيك يقدروا يكونوا من الغادولينيوم ولا من المانغانيز هادو ما لي زوج يقدروا يكونوا سبيسيفيك دورغان ولا نون سبيسيفيك يعني خاصين نستعملوهم في عضو واحد ولا نديرو بهم لوكور كامل ما يهمناش نورمال لو برودوي دو كونتراست سوبر باغامانيتيك ديريفي دوكسيد دو فير مخدوم من اكسيد الحديد إلي سبيسيفيك دورغان يكون خاص العضو يعني كل عضو عنده البرودوي ديالو لو ميغام إلي سبيسيفيك وتوب ديجستيف خاص بالجهاز الهضمي اندوغام إكليافيست سبيسيفيك وفوا خاص بالكبد اكسيتيرا لو برودوي دو كونتراست باغامانيتيك كيلات دو غادولينيوم او دو مانغانيز اما يجينا من مادة الغادولينيوم او من معدن المنغانيز إل بوت اتر سبيسيفيك او نون دورغان يقدر يكون خاص او غير خاص بعضو محدد نبدأ بلي برودوي باغامانيتيك سبيسيفيك دورغان كاين تيسلاسكان كيلات دو مانغانيز سبيسيفيك بور لي ليزيون هيباتيك نستعملوه في الكبد وكاين فازوفيست كيلات دو غادولينيوم سبيسيفيتي فاسكولير لي زونجيو اي ار ام نديروه باش نشوفو لي ار ام تاع العروق لي برودوي باغامانيتيك نون سبيسيفيك دورغان كيما المولتيونس نديروه في لي ار ام دو سيرفو تاع الراس لا مولي بينيار نوخا شوكي دي ليزيون هيباتيك شي لي باسيون كونسيغ المرضى اللي عندهم سرطان الكبد كاين دوتاغام مانيفيست اومنيسكان بروانس هادو ما نديروهم في لي باثولوجي سيريبرال تاع الراس ميدولير النخاع الغاشيس العمود الفقري كورونتي اي الجسم كومبلي واخيرا كاين الغادوفيست نديروه في لي غام سيريبرال تاع الراس غاشي ديال العمود الفقري لي غام جوفوا اي تاع الكبد ودي غان الكليتين لو برودوي دو كونتراست لي يستعملوه بزاف شي نو زوبيتو هو لو غادولينيوم كيما دوتاغام والغادوفيست